للمزيد ينضم إلينا سعادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أرحب بك سعادة السفير. أهلا، مساء الخيرات. مساء النور، أهلا بحضرتك. بداية، الدور التاريخي المصري الداعم للحق والقضية الفلسطينية كيف تراه في إطار المساعي الحثيثة للرئيس السيسي والدبلوماسية المصرية في الآونة الأخيرة؟ دور متواصل ولم يتوقف أبدا، بل يمكن الشباب اليوم يتصورون أنه بدأ مع الحرب العربية الفلسطينية منذ عقد الأربعينيات. لا، ده بدأ 2000 سنة قبل الميلاد لما ذهب الجيش المصري بقيادة أحمس لطرد الهكسوس من المنطقة. بدأ أيضا في مرحلة أخرى بقيادة صلاح الدين الأيوبي لما طرد الحملة الصليبية التي كانت تتجه لاحتلال القدس. ثم دخلنا في مرحلة جديدة بدأت بعصر احتلال مصر من فرنسا وذهاب نابليون إلى هذه المنطقة، وكتب عنه أنه قال أنه يدعو الجالية اليهودية في العالم أن تأتي وتحتل هذا المكان لتفصل العالم العربي في المشرق عن العالم العربي في المغرب. وهو أحد الأدوار التي يعني تقوم بها إسرائيل لصالح الاستعمار العالمي، وإلى حد ما خفت هذه النغمة بسبب أو بفضل مسيرة السلام التي بدأها الرئيس السادات في عقد السبعينيات، ثم انتهت إلى أن نجحنا في إيجاد فئة في العالم كله ترى أن مصلحة إسرائيل في السلام يمكن أن تكون أفضل من مصلحة إسرائيل في مواصلة الحرب، لأن هناك فئة كبيرة في إسرائيل تعتقد أن التوتر يجلب المساعدات والتوتر يجلب انتماء دول ومساندتها لإسرائيل. لا تتصور حجم المساعدات التي تقدمها دول الغرب لإسرائيل. أنا يعني مرة بأحصي حجم المساعدات الأمريكية لإسرائيل، يعني قسمت المساعدات على عدد سكان إسرائيل فطلع أنها تبدأ بأن الناتج القومي للفرد في مصر أمريكا بتديه للإسرائيليين قبل أن يبدأوا السنة. يعني انحيال سافر وغير يعني مسبوق. لكن الدعم ده سعادة السفير بحكم خبرتك، هل هو دعم على بياض، دعم إلى ما لا نهاية، ولا الخسائر في الاقتصاد الإسرائيلي في هذه الأيام وبالتالي بتحتاج أسلحة، بتحتاج دعم أيضا من داخل البيت الأبيض والولايات المتحدة، وهناك أيضا ضغوط في الداخل الأمريكي؟ هو شبه شيك على بياض يعني. ومع ذلك أصبحت هناك أصوات في داخل الولايات المتحدة التي كادت تعلن إفلاسها رسميا منذ بضعة أسابيع، لأن أمريكا استدانت واقتصادها وميزانيتها الحكومية مختلة خلل جسيم، مستدينة بأكثر من 2.5 الناتج القومي الأمريكي، ولولا الكونغرس اللي سمح لها بمزيد من الاستدانة لكانت هناك مشكلة. هنا يأتي صوت العقل. لماذا في دولة يبلغ هذا هو وضع مديونيتها تساند دولة معتدية للا أي سبب، في حين أن مصر نجحت في أن تقيم علاقات استراتيجية بالولايات المتحدة، وهناك حوار استراتيجي يقام عدة مرات خلال السنة ونتكلم معهم بمنتهى الصراحة والوضوح. لكن في الخلفية التي أحيانا ننساها، مطلوب من إسرائيل أن تقسم العالم العربي بين المشرق والمغرب، لكن كل هذا لا يكون على حساب الشعب الفلسطيني. والنبأ الجيد اليوم هو أن الرئيس عبد الفتاح السيسي توصل مع الرئيس الأمريكي إلى منع تهجير الفلسطينيين، لأن هذه تعتبر أكذوبة أو نكتة لا يمكن لعاقل أن يستوعبها. كيف أهجر شعب خارج أراضيه وهي دي أرض سيدنا موسى والأرض اللي هاجر إليها يهود مصر لكي يحل محلهم؟ يهودي روسي أو أمريكي أو أوروبي لم يرى أجداده هذه المنطقة، يعني أين المنطق في هذا؟ بل النهاردة بنتكلم على منع تهجير الفلسطينيين، احنا عايزين نرجع خطوة للخلف ونطالب بعودة الفلسطينيين الذين هاجروا.
هناك حق العودة لم يعد أحد يتحدث عنه الآن سعادة السفير. تخيل نسيناه. يعني أكثر من 7 مليون فلسطيني. أنا عشت في أمريكا اللاتينية ورأيت عشرات الآلاف من الفلسطينيين يشكلون جاليات في بلدان مثل البرازيل أو أوروغواي أو الأرجنتين إلى آخره. أين حق العودة؟ شكرا لك أن تذكرني بالكلمة. حق العودة يجب أن نطرحه الآن لكي يكون عنصر معادي أو الرد الطبيعي لفكر التهجير الفلسطيني. لا، نطلب أن يعود الفلسطيني إلى أرضه وبيته دون أي قيود، وبالتالي مصر تطرق كل الأبواب على المستوى العالمي. نجاح كبير في الأمم المتحدة بالقرار الصادر عن الجامعة العامة. على المستوى الإقليمي نتفاوض بكفاءة مع الاتحاد الأوروبي، أيضا الاتحاد الإفريقي نجاح ساحق لأنه يعتبر فلسطين عضو في الاتحاد الإفريقي رغم أنها ليست دولة إفريقية. على المستوى العربي طبعا التأييد بلا حدود. مستوى العالم النامي ودول عدم الانحياز كانت هي الكتلة التي صوتت في قرار الأمم المتحدة الأخير، وكان ضمن 129 صوت التي صوتت لصالحنا. أهمية هذا القرار وهذا التصويت من الجمعية العامة سعادة السفير، خاصة بعد ما اصطدمت الكثير أو بعض القرارات ومشروعات القرارات المقدمة لمجلس الأمن اصطدمت بالفيتو بين قوسين الأمريكي الإسرائيلي. نعم، هو يعني هي القرارات الصادرة على الجمعية العامة لها حجية التوصية وليست قرارات ملزمة طبقا للمادة 51 من الميثاق، لكن الولايات المجلس الأمن قراراته ملزمة. إنما كما تفضلت يقف الفيتو الأمريكي حائلا دون إصدار قرار لصالحنا. إنما أمريكا نفسها في عهد الرئيس كينيدي هي التي ابتدعت وسيلة قانونية جديدة لتخطي الفيتو الروسي وقتها في الستينيات، بجعلت مبدأ الاتحاد من أجل السلام. عندما يخفق مجلس الأمن في إصدار قرار في مشكلة عالمية يحال الأمر للجميع العامة، وفي هذه الحالة يكون إصدار القرار من الجميع العامة له نفس حجية مجلس الأمن. نفس الحجية ولكن ليست القوة في التنفيذ. لا، نفس الحجية والقوة لكن لم نلجأ له إلى الآن. وطبعا سيحول بينك وبين اتخاذ هذا الإجراء الفيتو الأمريكي مرة أخرى. دعنا نقول أن معنا ورق يعني شبه إجماع من العالم الدولي، من المجتمع الدولي، ترفض الاحتلال وترفض العقاب الجماعي. وما نراش، أنا أخجل أن أنتمي لعالم يقبل هذا الوضع للأسف الشديد، وتدمير بيوت بأكملها فوق أدمغة أصحابه، وما زال هناك آلاف الجثث تحت الأنقاض، و70% أطفال ونساء وشيوخ. أي حرب شريفة هذه؟ حتى يعني الشرف العسكري الذي المفروض أن يتحلى به المقاتل غير موجود. ده وضع. إنما برضو هناك خطوة حصلت للأمان، أن حتى الولايات المتحدة، حتى يهود الولايات المتحدة النهاردة كما رأينا الأيام الأخيرة يتظاهرون ضد هذا الوضع. وأنطقنا وأنطق الله الرئيس بايدن أن يعرف أن حل الدولتين هو أيضا في صالح إسرائيل. وهو الجاي سعادة السفير، هذا النجاح للمجموعة العربية والإدارة المصرية داخل الأمم المتحدة والحصول على هذا القرار من الجمعية العامة هو ينم في الأساس عن رأي المواطنين في الشارع في كل دول العالم، مظاهرات حتى في الداخل الأمريكي، في بريطانيا، في الدول الغربية، تظاهرات لدعم الموقف الفلسطيني. وكأنه الأكاذيب والادعاءات لدولة الاحتلال في بداية القصة انتهت، والآن اتضحت الحقيقة والواقع لكل سكان هذا الكوكب. نعم، ولكن للأسف الشديد عندك خلل في تكوين الحكومة الإسرائيلية. لقد تعودنا من سنة 48 أن يحكم حكومة من أحد الحزبين الكبيرين، سواء حزب العمل أو الليكود. وفعلا الذي وقع الاتفاق مع مصر كان شيمون بيريز ورابين، وهما اللذان وقعان مع الأردن، ثم وقعوا اتفاق تنكره إسرائيل وهي التي وقعته مع ياسر عرفات في أوسلو، وحدد حدود فلسطين
حدود 4 يونيو سنة 67. بل لعلنا لو قلبنا التاريخ سنجد أن إنشاء إسرائيل تم سنة 48 بقرار من الأمم المتحدة اشترط أن تقسم بين الفلسطينيين والإسرائيليين. قرار التقسيم كما يسمى. قرار التقسيم. يا ليتنا ننشر هذه الخريطة، لأن الحدود التي تقدمها لفلسطين أكبر بكثير مما تحدث 67 الآن، والذي لا يتجاوز 20% من الأراضي الفلسطينية. فيعني إسرائيل ابتلعت 80% من فلسطين إلى الآن ولا تريد أن تتوقف. شيء يعني يخجل له الجبين الإنساني، لكن إن شاء الله لا يضيع حق وراءه مطالب. يعني تتحدث عن اتفاقية أوسلو سعادة السفير، وأنت نعم. تعلم الرئيس الحالي محمود عباس أبو مازن كان أحد مهندسي هذه الاتفاقية. موقف السلطة الفلسطينية الآن مما يجري كيف تنظر إليه؟ هو أعان الله الإخوة الفلسطينيين سواء في غزة أو في رام الله. في رام الله. يعني أخجل أن أقول لك أن ما يجري من حماس غير منسق مع البلدان العربية، لأنه بدأ حربا لم يستشر فيها أحد. والحقيقة أني أنا يعني أحد كبار الزعماء الفلسطينيين، كنت أهل العشاء في مناسبة دولية، وهمس لي أن حماس تهدف ليس إلى حل القضية الفلسطينية، وإنما تريد إقامة إمارة إسلامية في غزة. يعني شيء هدف يختلف تماما عن هدف الفلسطينيين وعن أهداف الأمة العربية. ده برضو نقطة. لكن يعني الأمر الواقع هناك حرب تحدث على سكان أهل غزة، وهناك دول عربية ذات تأثير على رأسها مصر تقدم الكثير من المساعدات. وخلينا أسألك سعادة السفير، في غضون ذلك قامت مصر بفتح مطار العريش لاستقبال المساعدات من مختلف دول العالم دعما للإخوة الفلسطينيين. كيف ترى هذا الدور المصري في الدعم والمساندة وتوصيل هذه المساعدات إلى أهلنا في داخل القطاع؟ مصر لم تبخل أبدا لا بالمال ولا بالبنون. ويعني الأهم من الدعم كم شهيدا ذهبوا في الحروب للدفاع عن فلسطين من مصر، فلا أحد يزايد على دور مصر أبدا. الرئيس عبد الفتاح السيسي بارك الله فيه سألني في مناسبة للقوات المسلحة عما إذا كان هناك شهداء في عائلتي، والواقع كنا نتحدث عن أنه لا توجد عائلة في مصر ليس فيها شهداء من أجل فلسطين. وقلت له أنا 2 من ولاد عمي آخرهم في حرب 73، حمدي حامد بيومي وهو قائد سرية الدبابات التي حققت نصر معركة الدبابات وسميت سريته الآن في الجيش باسم حمدي حامد بيوم. لا يوجد بيت في مصر ما عندوش شهيد. ده أكتر من المال. وأيضا لعلك طبعا متابع بالتأكيد عشرات السيارات التي تدخل، ونأمل أن تظل يعني الصورة معنا الآن سعادة السفير على شاشة إكسترا نيوز، هذه السيارات الكبيرة تحمل المساعدات إلى داخل الفلسطيني بإذن الله لا تنقطع، وأن يكون العالم كله في مقدمته العالم العربي. ثم كل الأهل الخير والشرف في العالم لا يقطعون المساعدات عن إخوتنا المحاصرين في غزة بإذن الله. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سعادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت معي هاتفيا من القاهرة.